من مدينة دوزلدورف اختصاصي الجراحة العصبية ينضم إلينا الدكتور فواز أسعد. دكتور فواز أسعد، أهلا بك في قناة المملكة. أبدأ معك من الخبر الجميل، يعني بأنه شركة فايزر وبيونوتيك تقول بأنه يمكن لجرعتي اللقاح من فايزر بأنه تحمي ضد مايكرون حتى 3 جرعات يمكن أن تحيد الإصابة بهذا المتحور. هل يمكن أنه قربت أو اقتربت نهاية هذا الفيروس؟ الحقيقة أنه طالما أن الجينوم سيكونسينج، التسلسل الجينومي للمتحور أوميكرون الجديد لم يصدر بعد بشكل نهائي، فلا يمكن أن نجيب على هذا السؤال بشكل قاطع. الآن كل ما يأتي من تقارير ليست إلا في الحقيقة هي افتراضات وتأتي بناء على المعلومات السريرية التي يلاحظونها حول العالم. فمثلا نحن نلاحظ، وهذا الشيء أصبح تقريبا لأقول شبه مؤكد، أن سرعة انتشار هذا المتحور الجديد الأوميكرون هي أشد سرعة الانتشار، فقط أشد من غيرها. ولكن يبقى هناك سؤالان. السؤال الأول، ما هي الفوهة؟ والشيء الثاني الذي توضح أيضا بشكل شبه أكيد، أن شدة الإصابة عند المرضى الذين أصيبوا لم تكن شديدة، ولم تأتي ولا حالة اضطروا إلى دخول العناية المشددة. ولكن يبقى أهم سؤال كما تفضلت في التقرير، يبقى أهم سؤال، هل اللقاحات الموجودة حاليا في الأسواق فعالة أم نحتاج إلى لقاح جديد خاص بهذا؟ فهذا السؤال لن يستطيع أحد الإجابة عليه قبل أن نحصل على التسلسل الجينومي كما ذكرت في بداية الحديث. طيب، عندما نتحدث بأنه هناك شركات لقاح أثبتت بدراساتها وتقاريرها وأعلنت عن ذلك بأنه يمكن التصدي لفيروس كورونا أو له فعالية، وبر الأمان لربما في هذه المرحلة هي اللقاحات، إلى ماذا يمكن أن يبدي العالم اهتمامه في الأيام القادمة بالإضافة إلى هذه السلالة التي يبدو بأنها خفيفة على غير العادة من فيروس كورونا ومغاورته وأيضا مراوغته وتحوراته في مؤخرا يعني؟ نعم يا سيدتي، لنأخذ على سبيل المثال قبل أسبوعين أو 3 أسابيع شركة موديرنا قالت أننا سوف نبدأ بإنتاج لقاح جديد أو جرعة معززة داعمة جديدة لهذا الموضوع. ثم عادت وقالت الآن نحن ندرس التسلسل الجينومي. نحن صدقيني في العلم لا نأخذ التقارير التي تصدر عن شركات الأدوية على محمل الجد العلمي، لأنها هي يعني يسوقون لمنتجاتهم، لنقل بهكذا الأمر. نحن ننتظر، وأعيد وأقول، وهذا الشيء مؤكد في كل بلدان العالم، المراكز العلمية تقول قبل الجينوم سيكوينسينج لن نستطيع أن نؤكد أو ننفي هل اللقاحات الحالية فعالة بشكل نهائي أم أننا نحتاج إلى جرعة داعمة. لكن ما يوحي بشكل عام، كي لا أكون كثيرا متشائما، ما يوحي بشكل عام من خلال، وأعيد وأكرر القول، الدراسات السريرية اللي حول العالم، رغم أن الإصابات ما زالت فقط بالآلاف أو عشرات الآلاف، ليس إلا ما زالت الدراسات السريرية تؤكد أن المصابين ليسوا بحالة خطيرة، وأن شدة الانتشار هي أسرع. وتبقى بقية الأسئلة بانتظار الجواب النهائي، وأنا أعتقد أنه في نهاية الأسبوع، بداية الأسبوع القادم، يجب أن يكونوا قد حصلوا على التسلسل الجينومي، ونستطيع عندها أن نقول وبكل تأكيد نعم أو لا بالنسبة لفعالية اللقاحات.
بحسب وجودك دكتور فواز في ألمانيا، لوحظ بأنه ارتفاع الإصابات وأيضا نسبة الإدخالات في ألمانيا، إلى ماذا يمكن أن تعزي هذا الرقم خصوصا في ألمانيا كدولة، كألمانيا متطورة نسبة اللقاحات فيها عالية كانت جدا؟ مع الأسف كلا، نسبة اللقاحات إلى الآن مش عالية، يعني لم نتجاوز 70 إلى 72%، رغم أن الدولة تقوم بحملة شديدة ليس فقط لتلقيح من يرفض ولكن لإعطاء الجرعة الثالثة البوستر. الحقيقة أنه في ألمانيا المشكلة الرئيسية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تبدأ بالتطبيق إلا من بداية الأسبوع. أقصد يعني هلا لأخذ المثال، مثلا بفرنسا أغلقوا النوادي الليلية حيث التجمعات الكبيرة والتي ينتشر فيها الفيروس بسرعة. بألمانيا لم يأخذوا شيئا من هذا إلى الآن، ويقولون نحن نراقب في كل مدينة أو في كل ولاية، أو نقل بالأفضل كل مدينة على حدة، إذا ارتفع الإنسيدنس أكثر من 340 إلى 360 نبدأ بتطبيق الإجراءات A، إذا ارتفع أكثر من 400 نأخذ إجراءات بي سي وهكذا. إلى الآن لا توجد سياسة عامة على مستوى ألمانيا كلها، ونحن نلاحظ أن الإصابات مع هذا ما زالت محصورة في 4 أو 5 ولايات من أصل الولايات الألمانية الباقية. دكتور، إلى ما تعزو هذا التخبط الذي وصفته بهذا المصطلح بالسياسة العامة، ليست فقط في ألمانيا، في دول عدة في العالم كل له سياسته في التعاطي مع هذا الفيروس وهذه السلالة بالتحديد وحتى اللقاحات، لربما التخبط لربما من منظمة الصحة العالمية بالأمس مثلا قالت بأنه لا إلزامية في فرض اللقاحات على العالم، اليوم تخرج لك فايزر وتقول بأنه نحن وجدنا الحل مؤخرا، ومن ثم حضرتك تقول دكتور مثلا والكثير من العلماء والمنظرين والأطباء يقولون أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر. هذا التخبط لربما في التصريحات من منظمات عالمية، كيف يمكن التعاطي ووضع سياسة عامة يجب المضي بها قدما؟ أنا لي رأي وقلته مرارا وتكرارا. مع الأسف منظمة الصحة العالمية فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد، منذ أول انتشار المرض، وأكبر مثال على ذلك كما تلاحظين أنهم يكررون، يعني بالأحرى لنقول أنهم يعارضون أنفسهم، وكل يوم تصدر تقرير مختلف عن اليومين الذي قبله. مرة يقولون أنه لا حاجة بنا لإغلاق المجالات الجوية لأن الفيروس غير خطير، ثم يقولون كلا إنه سريع الانتشار ويجب أخذ احتياطات. أنا أقول شيء في هذه المناسبة، الحقيقة أن الدول كل ما تفعله الدول، وأقصد الآن بالذات ألمانيا وأوروبا، تحاول أن تتجنب الإغلاق التام، لأن هذه الدول لم تعد تستطيع أو تستطيع أن يتأثر اقتصادها مرة ثانية في مرحلة إغلاق تام، فهي تحاول بكل السبل أن تكون هناك إجراءات مشددة في مكان ومكانين، والمطاعم والملاهي ودور السينما والأوبرا وإلى آخره، والتجمعات الكبيرة مثلا هنا الآن ممنوع حدوث الآن بوندسليغا، ممنوع التجمع لأكثر من 15,000 في الملاعب التي تتسع حتى ل 100,000. فيأخذون إجراءات محددة صغيرة كي لا يصلوا إلى مرحلة الإغلاق التام، وقد كرروها أننا لن نعود إلى الإغلاق التام لأن ذلك قد أثر على الاقتصاد بشكل كبير، وهي النقطة الحاسمة في الموضوع صدقيني. نعم، من مدينة ديسلدورف اختصاصي الجراحة العصبية الدكتور فواز أسعد، دكتور شكرا جزيلا لك.